شفنا حاجات إيجابية بداية من هذا الأسبوع، متهيألي لسه في نوع ما شيء يجذب في السوق المصري، في تقييمات للأسهم بأعلى من قيمتها. أعتقد كمان كان في نقطة إيجابية امبارح لصافي الأجانب، كان صافي مشتري بحوالي 578 مليون مقابل بيع للعرب والمصريين بحوالي 510 مليون. ده كله حاجات إيجابية. السوق نفسه كان تنفيذاته امبارح قرابة الخمسة مليار وحاجة، دي حاجة تطمن المستثمر اللي هو دايما دخل السوق يقدر يلاقي مشتري هو خارج يعرف بيه اللي هو يبيع أو يسلمه الأسهم المراد بيعها. فدي كلها حاجات خلت نوعا ما في قابلية كبيرة للسوق المصري، وفي تنفيذات مطمئنة اللي هو السوق لسه مكمل، وفي كلام على اللي احنا ممكن نعدي النقطة اللي هي كانت الهاي في السوق المصري اللي هي كانت 34,450. النقطة دي فيها قابلية اللي هي خلال الفترة القادمة ممكن تعدي، خاصة لو فعلا حصل هدوء في المنطقة، حصل استقرار وتم استكمال المسيرة في الصعود. نعم، نتحدث عن صندوق النقد الدولي لأنه مهم جدا برنامج صندوق النقد مع مصر. اليوم نحن بانتظار صرف الشريحة الجديدة من الأموال، ولكن الأنباء اليوم تتحدث عن شوي وقت إضافي لمصر للقيام بالإصلاحات. يبدو أنه في بعض الفلكسبيليتي، خلنا نقول، أو المرونة. هل لديكم أي تفاصيل أخرى؟ أولا مرونة من أي ناحية، وكيف سيكون تأثير، ما تأثير ذلك؟ هو الصندوق بيركز على الحاجات اللي ركزت عليها قبل كده، وفي حاجات إضافية. لو قلنا على سبيل المثال الحاجة اللي مركز عليها اللي هي مرونة في سعر الصرف، خاصة في رؤوس الأموال اللي ممكن تدخل، هيحسوا إن في مرونة في سعر الصرف فيحصل اطمئنان لهذا الموضوع. الحاجات التانية تشديد على الإجراءات اللي خدتها مصر، وخاصة للهيئات الحكومية اللي بتسدد مديونيات لدى البنك المركزي. طبعا كان في يوليو الماضي سداد حوالي 150 مليار، التشديد اللي هو في ظرف الأربع السنوات القادمة كل سنة هنسدد 100 مليار جنيه. المديونية هتبقى بنهاية يوليو القادم أعتقد هتبقى 408 مليار. يعني ممكن خلال الفترة الجاية المديونية لو مشيت بالشكل ده ممكن تنتهي بظرف 4 سنوات وفقا للمفاهمات بينها وبين الصندوق. في حاجات زي الصندوق طالبها زي حكاية القيمة، ضريبة القيمة المضافة، محتاج فيها تعديلات ومحتاج فيها اللي هو يشيل بعض الإعفاءات. ممكن يوصل لو ما يحصل كده الصندوق وفقا لكلام الصندوق اللي هيوصل وفر حوالي 4.4% من الناتج المحلي. فهي مفاهمات بينه وبين مصر أعتقد يعني هتاخد وقت عقبال ما بعضها ياخد وقت عقبال ما يتم إتمامها، وبعضها محتاج إصدار قوانين. فهو الصندوق زي ما حضرتك تفضلتي فضل اللي هو يخلي الموضوع إلى نهاية العام. نعم، بالعودة إلى السوق، إلى البورصة، بفترة معينة سابقة كانوا الأجانب نت سيلرز، بائعين للأسهم المصرية. هل صحيح أنه ترون عودة لدخولهم كمشترين في سوق الأسهم؟ وهل لديك أي معلومات، يعني ما بعرف إذا بتلحق أيضا أسواق السندات، أيضا هل لديك أي معلومات بالنسبة لأسواق السندات الدولية لمصر؟ أعتقد بالنسبة فيما يخص الأسهم الأجانب دخولهم بكثافة وليس بالكثافة المطلوبة. إحنا لدينا حوالي سهم أو سهمين موجودين في مورجان ستانلي، أعتقد اللي إحنا كانت في يوم من الأيام هذه الأسهم تتجاوز الأعداد دي بكتير. النهاردة إحنا محتاجين اللي إحنا نرجع لأن مورجان ستانلي بيرشح هذه الأسهم للدول العالم كلها، ويقول اللي في مصر لو هو فعلا إحنا عندنا أسهم كتيرة وعامل فوكس زي الأول على الأسهم المصرية، أعتقد يعني الحكاية كانت هتبقى أحسن من كده. وهيبقى إحنا بنتكلم النهاردة فوق ال 500 مليون في جلسة الأمس، كان لا كانت الأرقام دي تتعدى وتتخطى زي ما بيحصل في دول الخليج. أما فيما يخص الأسواق السندات أعتقد اللي هي يعني لسه الحكاية في حكاية إعداد، على الرغم اللي إحنا دخلنا في جي بي مورجان، إنما محتاجين أكثر نشاطا عشان خاطر نعود بقوة للأسواق والتنشيط للسندات المصرية.
بس آخر سؤال على القطاعات بالبورصة، في يعني اهتمام كبير بالقطاعات العقارية والخدمات المالية ولكن ليس البنوك، هل في أسباب معينة وراء ذلك وهل تتوقع استمرار هذا المنحة بالنسبة للقطاعات المدرجة في السوق؟ بالتأكيد طبعا التحول للقطاع العقاري حاجة مناسبة طبعا، لأن احنا النهاردة في قطاعات مع صعود السوق دي قطاعات نوعا ما بتتراجع زي قطاع البنوك، أعتقد اللي هو الناس بصة أن الفيدرالي الأمريكي عنده النية اللي هي يبدأ يخفض أسعار الفايدة، والكلام ده هيبقى فيه تخفيض فايدة لمعظم الدول في العالم. تخفيض سعر الفايدة بيبقى مش يعني، لو احنا النهاردة لو افترضنا أن البنوك بيبقى مثلا ربحها في الإقراض 10%، 10% دي وهو 27% أو 26% تختلف على 10% هو 20%، فالحكاية في تنبؤ ممكن الأرباح البنوك تتراجع نوعا ما، فبيبدأ المستثمر بيتحول إلى قطاعات موازية يقدر يشوف فيها نفسه أكتر، فمنها القطاع العقاري ده، لأن احنا النهاردة من ساعة صفقة رأس الحكمة وحصل طفرات، النهاردة بنتكلم على سهم زي طلعت مصطفى أو شركة زي طلعت مصطفى عندها فائض النهاردة بحوالي زيادة 120%، وصل الفائض ل 16.5 مليار جنيه موجودين عنده، فالنهاردة حصل تبدل للقطاع العقاري وبقى جذاب للاستثمار، وحصل طفرات سعرية في البورصة في الأسهم العقارية.